السلام عليكم. لليوم السادس على التوالي مستمرة الحملة التطوعية من المفرزة الطبية التوعوية بالاشتراك مع اتحاد طلبة بغداد الأبطال. واليوم هذا كان يوم جميل بالاشتراك مع غرفة التجارة. نحب نوجه رسالة للشعب العراقي بأن احنا مستمرين عراقيين ايد واحدة من الموظف من الطلاب من الكادر الطبي الى القوات الامنية بالتعفير والارشادات والتوعية للحد من فيروس كورونا. عاش العراق.